يقول المهرة اللي فارقه بالزين من بد المهار، جموح طبعه ما يروضها سوى خيالها، منها عيون الخيل لا مرت من الهيبة اتغار، ثقيلة الممشى وتجمح لو تشوف أضلالها، من الحلا فيها كبر ومن الدلع فيها شقار، ومن الهدوء فيها سحر، والروحت في فالها تلفح شعرها، والهوى لا مرها ثم استدار، مثل الفتون اللي رقصت قدام بيها وخالها. احنا شدينا الخيل هسا طالعين مسار خارجي ان شاء الله. وين طريقنا؟ وبايش لازم نتقيد؟ نتقيد احنا كفرسان شيء، نتقيد انه نمشي بالسلام العام اهم شيء، وبدك تمشي مع الليدر اللي هو انا وزين زبيبي موجود معنا، نتقيد ان نكون ماشيين ورا بعض، مسافه مناسبه بيننا وبين بعض، هذا اهم شيء، وهذا هو تسيزي الامور طيبه ما في. طب الاساسيات للسيفتي، للسيفتي تركب بسيفتي اكثر، تكون رجليك موجوده محلها، موجود رجليك بركبتك موجود محلها، ما تتصرف اي تصرف انفعالي سريع جدا مع الحصان عشان ما ينقص او يصير اي شيء غلط. طيب الحمايه اللي لازم احنا نلبسها بايدينا، الهلمت هي اهم شيء تكون موجوده على الرايدرز، التي هي كسيفتي له كامان اكثر، يعني لا سمح الله ان لا صار شيء، يعني هي بتكون حامله اهم شيء في جسمك هو راسك. تمام. بالنسبه للجلوفز زي ما حكينا، الجلوفز احنا بنلمسها حمايه للايد، التشابس هو حمايه لرجلك، انطلون الخيل بيكون حمايه له، اساسيات اساسيات كامله. طيب يلا مشينا. يا عاشق الخيل سنايلها تامل امس بن خيالها محمد، ودار الحي هي عنوانها، الصفنات اللي على الاول من اللهفه تعب، ما هو غريب المركز الاول على فرسانها، يا عاشق الخيل وسنايلها تامل امس بن خيالها محمد ودار الحي. احنا حاليا تحركنا مع مجموعة من فرسان في مسار للخيل عشان الفارس والخيل يتنفس هواء نظيف. وهالمسار بعطي الخيل مساحة كافية عشان يقدر يتحرك براحته. زي ما انتم شايفين بهالطبيعة الجميلة بتقدر تقعد وين ما بدك وتصاوي أحلى بريك شاي على الحطب. اليوم راح نرافق فرسان عشقوا الخيل وراح تكون شمت هوانا غير، وراح نتعرف على الفرسان واحد واحد ونعرف ايش اكثر اشي بحبوه بالخيل، ونحكي وندردش مع هالفرسان عن مسار الخيل اللي احنا مشينا فيه وايش استفدنا منه. اليوم رفقنا بالمسار الكوتش محمد أودية، فكوتش بس احكي لنا عن المسار، ايش يعني ايش الخطر لما انا امشي بمسار مثلا تكون حديده طالعه؟ بدنا ننتبه اكثر اشي على الطريق اللي احنا نمشي عليه، وين في حجار، وين في اشي الخيل ممكن تزحلق عليه، وين في طريق ما بتقدر انه الخيل تدعس عليها، دائما بتفكر بسيفتي، السيفتي لك رايدر والسيفتي لحصانك. تمام. هسا واحنا جايين كنا شايفين كلاب لكلاب عند غنم، فالخيل تخاف منها يعني تجفل منها. مش كل الخيل، معظم الخيل مش متعوده على هاي الاشياء، يعني مش متعوده تطلع برا، بتقضيها بس بالبدوك بنادي بتراك، بس انه ما بتطلع برا بتكون عندها شويه رهبه من كيس حتى مش بس من كلاب. تمام. بس الحمد لله احنا خيلنا متعودين نطلع برا، بتشوف هاي الاشياء تعودت عليها، صارت تشوفها بحياتها، فما بتخاف منها كثير يعني. هسا الخيل اللي موجوده داخل الاسطبلات اذا ما تعودت على الطلعه برا، مزبوط، اذا طلعت مره واحده اولها تكون صعبه. من ايش لازم احنا يكون عاملين من كل شيء؟ زي ايش يعني؟ كيس ممكن تخليها تخاف منه، كيس مرمي على الارض تخاف منه، بلاستيك، كلب، غنم، يعني بتكون بدك تكون عامل احتياطك لكل شيء، تكون انه ستاند باي في اي لحظه. وبالنسبه للشباب
للشباب اللي بدهم يطلعوا معنا لازم اللي ما عمره طلع مسار خارجي؟ هلا احنا طبعا ما بنعطيه خير انه اول مره بتطلع، بنعطيه خير انه متعوده على هذا الشيء. لانه احنا طبعا اهم شيء عندنا احنا كمدرب او اي مدرب موجود في عمان انه في الاردن انه يكون عنده سيفتي تاع اهم شيء الرايدر، يعني تكون انه معطيه السلامه الكامله العامه عنده. فلازم نكون نعطيه خير متعوده هذا الشيء، ان احنا كمان لما نطلع مدرب قدام ومدرب ورا، يعني بيمشي اول واحد زي ما شفت انت حضرتك واحنا جايين، واحد واقف اخر واحد، واحد اول واحد، ونحطين اثنين تيم كله بالنص. في حركات معينه يلتزموا فيها الشباب الكوتش لما يكون بالبدايه؟ انا شفتك بتعمل زي هيك. هاي لما تكون في سياره جاي، هاي الحركه انه هدوا امشوا، يعني عرفت بحركات انه مش رموز رموز خاصه بالخيال. مزبوط 100%. كوتش زين، احكي لنا كيف عن تدريب الخيل والنظام الغذائي المتعلق بتدريب الخيل. بالبداية تدريب الخيل بده يكون على هو عمر الحصان، تمام؟ يعني إذا عم نحكي نحن على مهر صغير ما فيك تتحمله جهد كتير كبير فوق طاقته. بلش بالأربع سنين ركب شوي 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 شوي، تمارين خفيفة أول شيء لحتى يتعود على الفارس اللي راكبه. بالنسبة للخيل الثانية اللي عندها خبرة بنحط لها بلان مثلا شهري على هو البروغرام تبع المباريات خلال السنة، كيف لازم يكون في مثلا أيام عادية بدك تشتغل فلات ورك بدون قفز، أيام تانية بتحط اكسرسايزز، أيام ثالثة بتحط بجوز نطلع مسار مثل ما طلعنا اليوم، تخلي الخيل شوي تتنفس، شوف شوي تشم شوية هواء. بحكي لنا من أي عمر أنت بتركب خيل؟ هلا أنا بديت بعمر صغير، يعني كنت في المدرسة صف خامس سادس، بعدين قطعت فترة طويلة يعني يمكن 5 سنين، بعدين رجعت أركب خيل أتدرب. نهاية أنت فارسة من فلسطين ومن القدس تحديدا، إيش سبب جيتك هون؟ عشان عنا الفرسية في فلسطين مش كثير متقدمة زي هون، فجيت هون عشان أقدم حالي أكثر وأقدر أشارك بمباريات بمستويات أعلى. احكي لنا هيك موقف صار معك حسيت أنك أنت والحصان تفهم مع بعض. لما مثلا الحصان يكون خايف من إشي أو ما بده يعمل إشي، بعد هيك في تواصل بيني وبينه. حلو. هسا سمعت انك تاخذ بطولات من النادي والكابتن فلاح يعطي الف عافيه ولي هياك، كيف كان الوضع؟ احكي لي. يعني اول شيء بيكون مثلا قبل البطوله مثلا بنركز كثير وتدريب وهيك انه اصرار، يعني ما بنجي نتخوت ونلعب هيك، لا بنجي نركز بالتدريب، بعد التدريب انه بنجي نلعب نسوي شو ما بدنا. هيك بعد كاسة الشاي والحديث الممتع مع الفرسان رح نرجع للإسطبلات ونحكي إيش هي الأساسيات اللي لازم نعملها بعد ركوب الخيل. أنا وأنت ماشي على ظهر الخيل هيك بتحس شعور بالقيادة. هسا الفرس بعد التمرين أو بعد المسار تكون عضلاتها شادة، فبدها مي عشان ترخي العضلات، يعني بدها شاور وراح تشرب مي. هي خلصنا حمام الخيل ومودينه على الووكر عشان يرخي عضلاته. هيك خلصت رحلتنا اليوم وتعرفنا على هالفرسان اللي فعليا هم أبطال. استنونا بشمة هوا جديدة.